قسم الذنوب الى قسمين. قسم يموت بموت صاحبه، يعني الذنوب تموت عندما تموت انت، وذنوب للاسف الشديد لا تموت بموتك وانما ترحل معك، تلقى بعضا منها في القبر وتلقى جلها يوم الوعد الحق. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، ينادي مناد من قبل العلي الأعلى: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. يا الجميع يتوجهون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يجد الإنسان أمامه ذنوبا ما ماتت بموته. هذا كلام مؤلم لي شخصيا، وأكيد مؤلم لكم أنتم، وأنتم أفضل عند الله مني لأن لكم قلوبا زاكية ونفوسا صافية وعقولا نابهة وخوفا من رب العباد عز وجل. اللهم يا رب إن أمتنا أمت الذنوب معنا، يا رب إن أمتنا فافتح لنا صفحة جديدة في عفوك. ما هي الذنوب التي تموت بموتك؟ الذنوب التي تموت بموتك ذنوب صنعتها أنت بينك وبين الله، بينك وبين نفسك مع الله عز وجل. مثلا العجيب، الخمر أم الكبائر. إنسان مات، ماتت الخمر معه، مات شرب الخمر معه، تبقى منيته بحسابه على الله، لأن الله يوم القيامة ينادي العباد، يسمعه القريب الداني كما يسمعه القاصي: يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا. شوفوا اللي له مظلمة عند إنسان أو حق، سبحان الله العظيم. الحساب يوم القيامة، المعاملات يعني في الدنيا بالدرهم والدينار والدولار والاسترليني والريال وإلى آخره، الحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات، عليك يؤخذ من حسناتك، تفنى الحسنات يطرح من سيئات الذي له حق عندك ثم يطرح عليك. حتى ان المسألة ليست بهذه البساطة، مسألة صعبة. ذنوب تموت عندما تموت انت، هذه ذنوب بينك وبين خالقك الرحمن الرحيم. اما الذنوب التي ترحل تنقسم الى فرعين: فرع تراه في قبرك، عالم البرزخ المرحلة الرابعة، عالم الذر، عالم الأجنة، عالم الشهادة الذي نحن فيه اليوم، عالم البرزخ يوم أن يتركنا أهلنا بعد أن يلحدونا في القبر، ثم المرحلة النهائية الأخيرة، الحياة الأصلية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان بمعنى الحيوان في اللغة هي الحياة الأصلية الأساسية، يعني الإنسان يعود إلى الحياة الأصلية. فالإنسان كأنما كان نائما وعندما يموت يستيقظ، اليقظة عند الموت، لكن المؤمن يقظ في حياته وفي برزخه ويوم القيامة حي. ليه؟ لأنه حيي يحيي وجود الله عز وجل الحي الذي لا يموت في صغير الأمر وكبير. طيب أنا اليوم رحلت من الدنيا في مرحلتين. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبرين في البقيع، ماذا يقول؟ يقول: يعذبان وما يعذبان في كبير. يعني في عذاب هنا في القبر. طبعا لن أرد على الذين ينكرون، سوف يرون. يعني نسأل الله، احنا هنتعامل مع الدين ومع الحلال والحرام ومسألة الضبط والربط ومسألة الصح والخطأ بمنطق أن هناك كما قال ربنا عن آل فرعون، يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه مرحلة في القبر يعني، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، سورة غافر، هذه آية واضحة في عذاب القبر لا نقاش فيها. اجتمع وأجمع العلماء، كل العلماء، أما من يأتي لينكر هذا إنسان يعني نسأل الله أن يهدينا وإياه سواء السبيل. أما في القبر فيه، سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جل عذاب أمتي في قبورها، في عذاب. طيب
يعذبان، هذا حديث متفق عليه درجة الصحة، متفق عليه، يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما كان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية ثانية كان لا يسترقي من بوله، سبحان الله. والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. أخذ الرسول جريدة رطبة، جريدة نخل، وقسمها قسمين، وضع النصف الأول على القبر الأول، ووضع النصف الثاني على القبر الثاني. قال: لعل الله أن يخفف عنهما من العذاب ما لم ييبسا. طالما الجريدة هذه رطبة فهي تسبح بحمد الله، التسبيح قد يخفف من عذاب هذين. لماذا هذين الذنبين العجيبين؟ استبراء من بول يعذب الإنسان عليه، استبراء من البول، عدم الاستتار من البول، يعني إنسان لا يراعي مسألة الطهارة مسألة كاملة. يعني عزكم الله يبول واقفا، العلماء كانوا يقولون لا تبول واقفا كالكلب. كان أجدادنا الصالحون القريبين يبنون في دورات المياه شيء، سبحان الله، حمامات أرضية وكانت صحية، وكان سبحان الله يجلس الكبير السن متكئا إلى اليسار قليلا وبعيد عن كل النجاسات، ويطمئن أنه قد قضى حاجته، سبحان الله، ولا حرج في هذا. المنبر ليس مكانا للفقه، ولكن أقول كان هذا أصلح وأوفق، لكن الغرب للأسف الشديد جاءوا لنا بهذه الحمامات الواقفة كما الكلاب تماما أو كما الحيوانات، فالحيوانات تبول واقفة، سبحان الله، فيطير رشاش منها على ثياب الإنسان. طيب، شروط صحة الصلاة ثلاث شروط: طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان. فضلع من الأضلاع الثلاثة انتفى، وهو عدم طهارة الثوب، فيذهب للوضوء. نعم، صار جسده طاهرا ولكن ثوبه غير طاهر، فلا تقبل صلاته. يعيش 20-30 سنة يصلي بهذا المنطق، صلاته غير مقبولة، فهذا سبب من سبب أسباب عذاب القبر. نسأل الله أن ينجينا وينجينا وإياه. لكن القضية ليست النقاش هو في عذاب ولا ما فيش، هي القضية قضية صحة الصلاة. يعني الركن الثاني بعد أو الأساس الثاني بعد النطق بالشهادتين وهي الصلاة. أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، إن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. إذن هذا عذاب القبر من ضمن الذي لا يستتر من بوله، لا يستبرئ من بوله، لا يسترقي من بوله، لا يتحرز النجاسات. هذا أمر، لأن الـ يعني هذا عدم الاستبراء من البول هو مفتاح الصلاة، الطهور مفتاح الصلاة. ثم النميمة بين الناس، أن تنقل كلام الناس لإيذاء الناس أو للإضرار بالناس أو للإيقاع بين الناس أو لإثارة الضغائن والأحقاد بين الناس، لأن الغيبة والنميمة أول باب من أبواب استحلال الأعراض، ثم يأتي بعد ذلك استحلال الدماء. يعني من 50 سنة الإعلام كله والعلمانيون كلهم خاضوا في أعراض العلماء وسكت الناس، فلما سكت الناس خاض الناس في دماء الناس. يعني لما استهانوا الناس بأعراض الناس وأعراض أهل العلم، سبحان الله، وما وجد الناس يعني أناس قدوة يرشدونهم وشوهوا صورتهم هنا وهناك وأبعدوهم وجمدوهم وحفظوهم في ثلاجات السلطة، عندئذ ما وجد الناس قدوات صالحة تهدي الناس أو تنير للناس طريق الله سبحانه وتعالى، عندئذ استحل الناس أعراض الناس. فهذا هو السبب الثاني لعذاب أهل القبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا شهيدا في الغزوة قالوا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، ما شاء الله عليه، قاتل معنا وقتل في سبيل الله، وهذا إنسان شهيد ويشفع في 70 من أهله. قال: وما أدراكم أنه شهيد؟ ألا تعجب الصحابة، والرسول لا ينطق عن الهوى، لا، لو رأيتم قبره وقد اشتعل عليه نارا من أجل شملة، شال يعني قطعة قماش، قد غلها في الغنائم بدون وجه حق. يا الله، شملة يأخذ الإنسان. طب
واللي ابتلع وطنا بأسره، واللي ابتلع حيا بأكمله، واللي أخذ بنايات بأسره وقطع أرض سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا ظلما من حق أخيه طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. أروى بنت قيس قصة مشهورة في المدينة، ذهبت إلى مروان بن الحكم والي المدينة، قالت له: يا مروان، إن سعيد بن زيد اغتصب أرضا مني. سعيد بن زيد هذا أنتم تعلمون زوج فاطمة بنت الخطاب، وأحد 10 المبشرين بالجنة، والسبب في دخول عمر بن الخطاب للإسلام، يعني لك أن تتخيل. فجاء بسعيد الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وسعيد بن زيد حبيب من أحباء الرحمن، يغتصب يأخذ. قال له: يا سعيد يا ابن زيد، هذه المرأة تقول إنك قد أخذت أرضا منها بدون وجه حق. قال: وكيف آخذ وأنا الذي سمعت ورأيت الرسول يقول: من اقتطع شبرا من أرض أخيه بدون وجه حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. قال مروان: أنا لا أريد منك بينة أخرى. فقال سعيد: يا رب، إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. ذهبت المرأة إلى قطعة الأرض التي تدعي أن سعيدا سبحان الله رأت أن الدنيا أظلمت، فقدت نعمة البصر، ثم وقعت في بئر في أرضها فصدقت فيها دعوة سعيد رضي الله عنه: إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أحبتي في الله، الإنسان المؤمن يرى أن الذنوب التي لا تموت هي التي تخيفه. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما. يعني هو شافهم يوم الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء شافهم في النار، بس لم يرهم في الدنيا، لم يرهم في المدينة، لم يرهم في الحياة، كان لسه الناس بخير. صنفان من أمتي من أهل النار ما لم أرهما، يعني لم أرهم إلى الآن، يعني سبحان الله. أناس أو قوم معهم أذناب كأذناب البقر، يعني ذيل البقرة، أعزك الله، ذيل البقرة، يعني صوت، جلدة، عصا كهربائية، عصا مكافحة الشغب، عصا مش عارف إيه، قنبلة، مش عارف قنبلة عنقودية، أذناب لهم سياط، معهم أذناب، يعني سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها. هذا لم يره الرسول في المدينة، كانت آمنة ليس في هذا الكلام سبحان الله. ونساء كاسيات من نعم الله، عاريات من شكر الله. انظر إلى، يعني هذا تفسيري أنا، مش يعني الرسول، نص الحديث: كاسيات عاريات مميلات نائلات، رواية البخاري ومسلم، مائلات مميلات مائلات شعورهن كأسلمة البخت، لأنه لما نظر إلى فاطمة ما رأى شعرها كأسلمة البخت، نظر إلى عائشة ما رأى هذا، نظر إلى حماة أم رومان أم زوجته سبحان الله أم عائشة ما وجد رأسها، فهي لم يرى هذا المنظر. نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، مميلات قلوب الرجال وأعينهن، وأعينهم مميلات الناس نحوهن، إن لم تكن بالمشية بالشعر، إن لم يكن بالشعر بالرائحة، إن لم يكن بهذا وذاك فبالزينة سبحان الله. مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يشمن ريحها، وإن ريحها لا يشم من مسيرة كذا وكذا. إذن هذان صنفان سبحان الله لا يموت الذنوب عندهما بالموت، لا، يعني غير المحجبة لا يموت ذنبها بعدم حجابها. المصيبة ليست في هذه، اللي غير محجبة إذا أردنا أن ندفنها، بالله عليكم، هل رأيتم أباها العلماني أو الليبرالي أو القومي أو الرفيق الشيوعي أو إلى آخره من هذه المسميات، يحمل اسم مسلم وأبوه مسلم وأمه اسمها فاطمة، لكن هذا الذي ينكر الحجاب على زوجته أو على ابنته أو أنها سلكت كمسلك أبيها ولم تحجب، عندما نريد أن ندفنها، بالله عليكم، هل رأيتم مسلمة تدفن بدون تكفين؟ هل رأيتم في العالم الإسلامي عند الذي يدعي الليبرالية والعلمانية هذه الأفكار الهدامة سبحان الله، هل رأيته يدفن ابنته غير محجبة أو زوجته أو أمه سبحان الله وهي غير محجبة يغطيها؟ والذي يرفض الصلاة ولا يدخل مساجدنا، هل يجوز أن ندفنه طالما ينطق بالشهادتين دون أن نصلي عليه؟
سبحان الله، لا إله إلا أنت. والكارثة الكبرى أن بعضا منا صنف الصلوات أوقات، من يأتي إلى المسجد كل جمعة، من بفضل الله من الله عليه يأتي إلى المسجد الخمس صلوات، ومن للأسف الشديد لا يعني يدخل المسجد من رمضان إلى رمضان، ومنهم من لا يدخل المسجد يعني أصلا ليصلي، وإنما يدخل محمولا ليصلي عليه، هذه مصيبته. فإذا غير المحجبة العارية هذه الكاسية سبحان الله العظيم. ولذلك المجرمين المستعمر أو المستدمر الإيطالي أيام استدمار واستخراب ليبيا، مات الحاكم الإيطالي المستعمر اسمه برناردو، لا أدري اسم لقبه يعني لا يهمني هذا، مات في طرابلس. فجيء بشيخ مختار حورية، كان شيخ قراء ليبيا، ليبيا مشهورة ما شاء الله من زمن بحفظ القرآن، شيخ نكاية في الشيخ، الرجل الحاكم غير مسلم، ودفنوه في ليبيا. فنكاية في الشيخ الإدارة الحكم الاستقرابي أو الاستدماري الذي يقال لنا في كتب التاريخ الاستعمار، والاستعمار من العمران يعني للأسف الشديد، ونحن نكرر هذه الكلمة، واستدمار واستقراب سبحان الله، أجبروا الشيخ أن يقرأ على قبره بعضا من الآيات. خاف أقارب الشيخ ومريدوه ومحبوه أن الشيخ يعني وكان له رأى قوية أن يرفض فيقتل أو يؤذى أو يعني يعذب سبحان الله. فقال نعم، تريدون أن أقرأ عليه القرآن؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسوء إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. فشكره القائد الإيطالي شكرا جزيلا أن قرأ بعض الآيات العطرة والذكر الطيب على هذا المجرم سبحان الله العظيم. فلا إله إلا الله. أحبتي في الله، ذنوب لا تموت بموت صاحبها. الإنسان عندما يموت يتمنى أن تموت ذنوبه معه. ماذا؟ أهل الظلم الذين يظلمون الناس. أنت في سعة ما دمت أنك لم تصب دما. اليوم يمر 100 عام على وعد بلفور اليوم، وقتل فيها 28,000 عربي ومسلم فلسطيني من أهل الشام في هذه الكارثة. الإنسان في سعة طالما لم يصب دما ولا حقوق الناس، ويجب أن يعيد الحقوق التي أخذها. كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام لتردن المخيط والمخيط يوم القيامة. يعني أنا أخذت من أخي أو من أختي أو من أهلي أو من أخي المسلم أيا كان أو من غير المسلم خيطا وإبرة، ترد يوم القيامة. بما ترد؟ ترد بالحسنات والسيئات. كلنا يحفظ، أتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول. قال لا، المفلس من جاء بصلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وبر، يعني كل وسائل العبادات المفضية إلى رضوان الله والجنة، ولكنه اغتاب هذا وتكلم في عرض هذا وخاض في مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم في زيارة لبني عمومته بني هاشم، جمعهم مرة، قال يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، لا يأتيني الناس بالحسنات يوم القيامة، وتأتونني أنتم بأوزاركم وأوزار الناس على ظهوركم. يعني واحد منكم اغتصب قطعة أرض، أخذ شيء ليس من حقه سبحان الله، استحل المال العام سبحان الله، فتأتون تحملونها على ظهوركم يوم القيامة وتقولون لي أدركنا يا محمد، لا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن القضية يعني سبحان الله العظيم. أحبتي في الله، إن الأمر جلل في مسألة الحقوق، وسبحان الله العظيم، الناس الذين يؤذون الناس ويتعدون على حقوق الناس ويأخذون أموالا ليس من حقهم سبحان الله العظيم. الإنسان يجب أن يتقي رب العباد عز وجل. قام عامل بيت المال بكنس بيت المال قبل أن تأتي الزكوات من مصر، زكاة كثيرة وجاية، فكنس بيت المال فوجد نصف فلس واقع في الأرض، نصف فلس يعني سبحان الله لا يسوي شيء ولا يشتري شيئا، فوجد على باب
دار بيت المال حفيدا لعمر بن الخطاب امير المؤمنين ابن عاصم ابن عمر. فقال يعني الولد يلعب بهذه العملة فناولها له. في حضور عمر جاء وجد حفيده يلعب بالعملة المصغرة هذه فأخذها من يده وقال لخازن بيت المال من أين هذه؟ قال من بيت المال. قال ولم تعطيها لحفيد ولدي؟ قال هذه قيمة لا تسوي شيئا سبحان الله ويلعب بها الولد. قال أما وجدت بيتا يأكل الحرام غير بيت عمر؟ سبحان الله، أنت ما فيش بيت في سبحان الله العظيم. فإخوتاه يجب أن يتحرى الإنسان الدقة. إن عمر بن عبد العزيز حفيد بن الخطاب لما قسمت بين يديه عطور بيت المال وضع يده على أنفه، قالوا ماذا تصنع يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه إلا برائحته؟ ولما دخل عمر على زوجته أم كلثوم ووجد رائحة طيبة في خمارها، قال من أين هذه الرائحة الزكية يا أم كلثوم؟ قالت يا أمير المؤمنين دخلت نعيمة العطارة مشهورة في المدينة يعني بتبيع العطارة يعني، فيعني بعتها من بيت المال، لأن عمر قال من يتولى عطور بيت المال ولا يأخذ أجرا، يعني يتولى العطور ويبيع بس لا يأخذ أجر. فقبلت أم كلثوم زوجته هذا العمل الخيري، تبيع العطور والبخور وكذا وسبحان الله ولا تأخذ أجرا. فلما وزنت لها وكسرت يعني بتضع هذا جرام أو كذا وكذا وكسرت البخور هكذا، فتعلق شيء منها بأصابعي فمسحته في خماري، نزع عمر الخمار من فوق رأس أم كلثوم ووضعه في الماء وقام بعصره وشمه، وجد الرائحة ما زال موجودة، ثم وضعه في الماء ثم في التراب يمرغه ثم يغسله ثم يعصر عدة مرات حتى أزال الرائحة. قال يا أم كلثوم لا تطعمينا نارا في أجوافنا يوم القيامة. ووقف على المنبر عندما أهدت أم كلثوم إلى زوجة هرقل زوجة ملك الروم بخور وعطور، العربي مشهور بهذا أنه يهدي عطورا وبخور. زوجة ملك الروم أرسلت صندوق من المجوهرات لزوجة أمير المؤمنين. عمر قال لزوجتي كما أنت لا تفتحي، ثم صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها المسلمون يا صحابة رسول الله، زوجتي أم كلثوم أهدت إلى زوجة ملك الروم عطورا وطيبا، فأهدت إليها زوجة ملك الروم شيئا من الحلي والمجوهرات، ألزوجتي حق فيه؟ قال الناس هدية أمام هدية، كل مرغوط على قد دمه، يعني زوجتك فقيرة وعلى قد حالكه وانت راتبك ضعيف وتعبان سبحان الله، فلا إله إلا الله. لكن زوجة ملك الروم ما شاء الله يعني ثرية وغنية وأرسلت ما يسويها. قال علي وهو جالس في الصف الأول ويكون والد زوجة عمر، الناس اللي يقول لك أصل عمر كان واخد موقف من أهل البيت، متزوج بنت سيدنا علي رضي الله عنه. فقال علي يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك لتأخذ أم كلثوم زوجتك. أم كلثوم دي بنته سبحان الله، لكن لا عند الحلال والحرام ما فيش بنته، تأخذ أم كلثوم ثمن طيبها وبخورها وعطورها الثمن اللي تكلمته فيها وترد الباقي لبيت مال المسلمين. من ضمن الذنوب التي لا تموت ضرب الحيوانات على وجهها، مش البني ادمين، حيوان. ده في بلاد اسلاميه عدد السجون فيه اكثر من عدد المصانع سبحان الله. لا شوف لا يعني يعني الرسول بيقول ايه؟ بيقول صنفان لم ارهما من اهل النار، انا ما شفتش لكن شافهم يوم المعراج. من دول؟ قال دول الناس هيبقى معاهم سياط. قال اذا طالت بك المده، حديث المسلم، اذا طالت بك المده سوف ترى اناسا او قوما يمسكون بأيديهم أصواتا، صوت يعني كده عبارة عن جلدة أو سبحان الله كأذناب البقر يضربون بها أبشار الناس سبحان الله العظيم. فالمؤمن سبحان الله العظيم لما 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 يراعي هذه المسائل يتراجع، ولا أنا عايز لما أموت وأتوب خلاص المسألة انتهت. لكن أنا
اخذ قطعه ارض من اخواتي البنات او من عمي او اولاد عمي غصبا واحتيالا لمكانتي او ثم انظر وانتظر نجاه يوم القيامه؟ وما لي طوقها من 7 أراضين يوم القيامه يعني ايه؟ سبحان الله. من الرجل الذي كان يقاتل الرجل اللي حكينا عنه ده في الخطبه له حق في الغنائم دي غزوه والغنائم بيوزعها الرسول مش لله وللرسول ايه الخمس والباقي ايه توزع على المقاتلين سبحان الله. فالمقاتل ده الصحابي اخذ الشمله ظنا انها جزء من حقه او جزء مما يستحق خلاص، ولكن القبر اشتعل عليه نارا الله. وما وسار الحبيب بجوار البقيع يوما فقفزت بخلته قفزه حتى كاد الرسول ان يقع من فوقها. قالوا يا رسول الله لقد نفرت البغلة وساء خلقها. البغلة دي مش تمام، بدأت تحرن وانت لازم تبيعها. قال ما ساءت خلق البغلة. يا الله يدافع عن خلق البغلة يا حبيبي يا رسول الله. ما ساء وكيف لا تنفر؟ ازاي هي ما تقفز وتنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور؟ الله. قال يسمع عذاب القبور كل المخلوقات ما عدا الثقلان اللي هم مين؟ الانس والجن. ليه؟ الله يريد ان نعبده على حب ليس على خوف. يريد ان نعبده على غيب لا على شهادة. والله الذي لا اله الا هو من ستر الله علينا اننا لا نسمع مقامع الحديد ولا عذاب القبور، والا والعياذ بالله عير بعضنا بعضا.